انت شو اسمك يا ولد؟ عامر. عامر وش عندك انت والوجه البارده ذي هنيا؟ اقول اهرج اهرج يا بيبتي يا رجل اهرج. اسف اسف. شو عندك هنيا انت وخوياك؟ وش عندك؟ حنا ضيوف الشيخ. ابشر والله بالضيفه اللي تطيب راسك. الحين ابى انفضك بطلقه وباك تسلم لي على الشيخ السلام الكبير. ويلي ولا شكلهم جند. كل كل علموا ايش رايجي؟ كل علموا كل ربنا اكتفى هذولا. اقول ولد انا انا هلا صالح. ايه بالاستراحه تجيب حاله معك. يلا مع السلامه. وش اللي بيدك؟ هذا جوال تكلم فيه الواحد من بعيد. ما خلوا شيء يا عم. لازم نرجعك بجهاز الزمن. هذا لا هو زمانك ولا هو بمكانك. وصادق ماني برايح اقعد عندكم براد وفلاه وناسه. لا وبجوال بعد. عامر وينك يومين ما جيت البيت؟ عجيب والله عجيب والله.